أهلا بكم في وجيز. دعت الصين والولايات المتحدة الأمريكية للتوقف عما وصفته بالقمع غير المعقول لشركاتها، معربة في السياق عن معارضتها الشديدة للتحرك الأمريكي المتمثل في تعميم مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام مراقبة الصادرات. متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قال إن واشنطن تلجأ تحت ذريعة الحفاظ على النظام الدولي والأمن إلى الأحادية والحمائية وقمع الشركات والمؤسسات الصينية وغيرها. ارتفعت حصيلة قطل انفجار محطة تخزين الوقود التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة بترامينا الواقعة في الجزء الشمالي من جاكرتا إلى 17 قتيلا و51 مصابا يخضعون للعلاج حاليا في عدد من المستشفيات بالعاصمة. قال مجلس نواب الشعب الصيني إن الممارسات التعسفية لبعض الدول ضد أفراد وكيانات صينية لا تتفق مع القانون الدولي، ولقد أصدرنا قانون مكافحات العقوبة الأجنبية للتصدي لأعمال القمع من قبل الدول الغربية، كما أن التحديث العسكري لا يمثل تهديدا لأي دولة بل هو قوة إيجابية للحفاظ على السلم العالمي. جاء في بيان فرنسي، ألماني، إيطالي، بولندي، إسباني، بريطاني إدانة عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم. وجاء أيضا في البيان المشترك حث الكيان الصهيوني على التراجع عن قرار بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، عبروا من خلاله عن قلقهم إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية وجيز، إلى اللقاء.